ولي على قلبي شو هالإطلالة تاخد العقل. إن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية، يرجى ترك رسالة صوتية بعد الصافرة. ليزا وينك أنتي؟ أنا وصلت على الأوتيل وحبيت طمنكن عني، بس قالوا لي بالأوتيل إنه ما طلع عندي حجز. أنتم متأكدين إنه أنا يلي ربحت الجائزة؟ ليكي في شي غريب بالقصة، وبعدين ما معي مصروف، من وين بدي أكل وأشرب هلا؟ بدي إياكم تتصلوا فيني فورا. أنا بحبكم، باي باي. عن جد مناظر بتاخد العقل. لولا ليزا وعماد ما كان بيختار لي ابدا اجي رحله على هالبلد. يا الله، هذا عماد رح يحبه كثير، ورح اخذ هي لليزا. بلا حكي فاضي فتون، ما معك غير هالكم قرش، ما بتعرفي شو ممكن يصير معك. اي شو بده يصير؟ اكيد ما رح يصير شي. وليزا لما تشوف رسالتي رح تلاقي لي حل. مرحبا. يا أهلين. عفوا، أكيد أنت زعلت من يلي قلته، بس أنا ما توقعت بنوب أنك بتفهم لغتي. زعلت مني؟ أبدا ما زعلت، يعني أنا ماني وحدة قليلة أدب بالعادة، بس الإنسان لما بيطلع بإجازة بينسى حاله. أنا اسمي فتون. وأنا مراد، تشرفت فيك. حضرتك بإجازة؟ إيه. حلو كتير. إيه، وكأنه حضرتك مثلي. لا بصراحة أنا هون بشغل، بس إجيت على الأوتيل لحتى أشوف رفيه. أكيد بتعرفيه، اسمه جان تيكين. جان تيكين؟ هو ممثل مشهور؟ إيه طبعا بعرفه. معقولة ما أعرفه؟ شبكي؟ لك عن جد هيك مو معقول. تفضل كل بوزة. لا مو جاي عبالي، صحتين وهنا. بالإذن. إذنك معك. ما لقيتي الضيفي غير هاي؟ شو هبلة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.